صباح الفل والهنا. صباح الخير، والنبي عايزة علبة صلصة. صباح الفل يا أبو حمد. يا أهلا يا بنتي، يا أهلا. عارفة أنسة حبيبة، أنا اليوم اللي بصطبح فيه بوشك الحلو ده بيبقى أحلى يوم في عمري. طب علبة الصلصة لو سمحت. عناية عناية خذ حقك. أي حاجة تانية؟ فضل ما تخلي، مش كل مرة. فضل بقى. خلي بالك أنسة حبيبة في خلاص خلاص، مفيش حاجة مفيش حاجة. امشي يا قطة امشي، أنا لو شفت أي قطة هنا هتبحر. خلاص مشيت مشيت مشيت؟ آه والله مشيت. تعال مش هترجع تاني يعني؟ لا لا خلاص مشيت والله. كل واحد يلم قطته بقى يا جدعان. هات الصلصة. ماشي هات الصلصة بقى. بتترعب من القطط يا حاج؟ بتترعب من القطط يا اخويا؟ يا محطم قلوب القطط، بتركب الهوا يا ابني. انت مالك يا ابني داخل كده زي الدغف كده مره واحده؟ خليك تقيل اتقل. والله يا حاج نفسي تخطبها لي، بس مش عارف ليه مش مدياني اي ريق حلو. يا ابني اخطب مين؟ تروح لها البيت بعدين تترفض يبقى شكلنا وحش. ما تحبطنيش بقى يا حاج بقى. احبطك ايه يا ابني؟ انت عايز تخط. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حمد. صباح النور يا انسه فتحيه. اؤمري. ها؟ لا مفيش. عندكم البان سمرة؟ في. عايزة بكام؟ 5 جنيه. مش كتير على بقك بخمسة جنيه. لا أصلا أنا بحبه قوي. عناية. بعد إذنك يا حاج. 5 جنيه؟ 5 جنيه سمرة. اتفضلي يا ناسة فتحية. متشكرة قوي. العفو. بحبه قوي. العفو. سبحانه سبحانه مقلب القلوب. بتقول حاجه يا حاج؟ يا ابني بلاها سوس. خد ناديه. القلب وما يريد يا حاج. سبحانك سبحانك يا رب. وبكده ترتاح بقى، وفي نفس الوقت بقى منت نفسك. بس انا مش حاسس ان انا مش قادر اشتغل. انا حاسس ان ارجوك مستر يوسف، الشركة محتاجة دم جديد ولازم الأجيال الكبيرة يدوا فرصة للشباب. يا ترى حازم بيه يعرف بالقرار ده؟ سوري ده مش شغلك خالص. أستاذ يوسف قابل بالعرض بتاعي ولا تاخد 2 شهر عن كل سنة زيك زي أي حد؟ ها؟ موافق. بيرفكت. وقع هنا بليز. أقدر أفهم بقى إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أبداً يا حازم بيه، كانت رفايدة هانم. لو سمحت يا يوسف بيه بعد إذنك، وجودك في الشركة هنا خط أحمر محدش يقدر يتعداه. وبعد أيوة يا أمي. إيه ده إيه ده، في إيه ماما مالها؟ أنا جاي جاي جاي. انا مخنوقه قوي، بفكر انزل اتهوى شويه. اجيب لكم جلاتي؟ تتهوي فين يا حلتها؟ وانت فاكره نفسك ساكنه على كورنيش الزمالك؟ عايزه انزل امشي رجلي، بقول لك مخنوقه. الدنيا ليل، ما ينفعش دلوقتي. الساعه لسه ما جاتش 10، وبعدين يعني وانا عيله انا نازله. استني بنت اما اجي معاكي. يوه خلاص خليني متلقحه، مش رايحه في حته. اوعي يا اختي. ايه ده؟ مالها دي؟ مش عارفه يا اختي، انا شم ريحه راجل. داهي العيشه دي حاجة تقرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا ماما. بتبرطمي ليه؟ أنا عايزة أسأل سؤال. هي بنتك حبيبة دي بتبيع وتشتري فينا على أساس إيه؟ حد كان عينها مديرة البيت؟ هو في حصل إيه اللي ده كله؟
ليه وليه؟ بقول انزل اتهوى شويه، عملت لي حدوته وحكايه، وفي الاخر احلام تقول لي طب انا هنزل معاكي. اتفضلي اهو، لازم يجوا يكملوا. انا بصراحه عايزه افهم، يعني انت ايه اللي مضايقك ان احلام تنزل معاكي؟ الا لو انت نازله في حاجه مش عايزه احلام تعرفها. بتحترمي نفسك يا بنت وتلمي لسانك. خديهم بالصوت لا يغلبوكوا. ما بس انت وهي، هو انا مش واقفه وسطيكوا؟ اه صحيح يا بنات، ما تحترموا وقفه امكوا وسطيكوا. الله، اصل الهنا شكلها شايفه لها شوفه ولا حاجه. ايه فيه راجل؟ طب والنبي ده حاجه كويسه قوي، واحنا نكره يا اختي. يا ماما احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ والنبي نفسي افرح بيكم، انا خايفه اللي تقعدوا في قرابيزي وانتوا كده مقفعين. انا مش فاهمه خرات البنات تايهه عنكم فين. سلامه الشوف. لا يا قبلتي، ده اللي خرطهم خرطهم ومات. ايوه اضحكوا كده جاتكم نيله. طب ده انا وانا في سنكم كده كنت شبه سهير رمزي. يا سلام. ايوه كده بلاش نكد، جاتكم ضربه في لوازقكم. ايه في ايه قبلتي؟ يا ماما مالك؟ هي ماما. ماما يا ساتر يا رب. الحقوني. سلامتك يا حبيبتي. حاسه بايه؟ ماما ايه ده قبلتي سعاده؟ روحي جيبي لها ميه بسرعه. قبلتي سعاده. ماما قبلتي افتحي بقك كده. اها سنانك راحه في داهيه. سيبك من سنانها والنبي يا دكتور سمير، طمنا الله يبارك. ثواني بس كده، قولي لي يا ست سعاده ايه اللي وجعك؟ يا اخويا اسالني ايه اللي مش بيوجعني. طب سنانك كويسه؟ خرب بيت ام السنان. ايوه سنانك كويسه، تحب عودك عشان تتاكد. طب قولي لي ايه السبب اللي خلاك يغمى عليك؟ هي اللي هتقول لك السبب. هوايه تهوى الاغماء واشغال الابره. بصراحه دي امراض شيخوخه. ما انت قلت البق ده قبل كده يا دكتور. انا قلت البق ده من اسبوع، يعني هي شاخت اكتر. يا عم بطل فتي بقى، انت مش فاهمه. ما تنسوش ان انا دكتور سنان. يا عم هو حد قال لك تيجي؟ ما انت اللي خبطت علينا وجيت زي القدر مستعجل. انا سمعتكم بتصوتوا، اسيبكم يعني؟ الحق عليا. لا يا اخويا، بعد كده لما تسمعنا بنصوت ما تبقاش تيجي، اصل احنا على طول بنصوت كده، يعني هوايه. امشي يا ست احلام. امشي يا دكتور سمير. مع السلامه يا دكتور سمير. انا بقول استنى لما تعدي مرحله الخطوره. ما مرحله الخطوره عدت. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. يا ساتر الجدع ده، دمه تقيل بشكل، ولو ان عينه يعني من احلام. عينه ولا مناخيره يا قبلتي؟ انا شايفه يعني الراجل اللي اسمه سمير ده خد من وقتنا كتير. خلينا بقى في الجد واسمعيني. انا لازم اوديك المستشفى يا ماما. لا يا حبيبتي انا خفيت خلاص. انا هوديك المستشفى ان شاء الله حتى بالغصب. واحنا هنجيب منين؟ احنا حالتنا اللضه. انا معايا 5000 جنيه وانتي معاكي كام؟ انا معايا 6. وانا معايا الغويشه دي ومعاش ابويا الله يرحمه. والصراحه عندي حلق، بس ده ما نبيعهوش الا لو اتزنقنا قوي، اصله كان هديه. خلاص من بكره انا وفتحيه ننزل ندور على شغل، وانتي ترجعي لشغل المصنع مع معاش ابويا تتقض. يا اختي ليه انتي وهي؟ هو في شغل في البلد؟ وبعدين كل الفلوس اللي هنلمها على بعضها دي لو رحنا المستشفى الخاصه دي هتخلص من اول يوم. اهو على الاقل نعرف هي فيها ايه ونعرف نعالجها صح. انا بقول نوديها دكتور يبص عليها. ما هي دي ميزه المستشفيات دي يا بنتي، عندهم دكاتره من كل التخصصات. وبعدين احنا كده معانا يجي 12000 جنيه. معاكوا 12000 جنيه ومقعديني بجلبيتين وعبايه يا ولاد الهمه؟ طب وحياه خالتكم القرعه دي؟ بنزل من بكره الصبح وسط البلد ابض. تمام.
خلاص ارتاحي انت يا ست سعاد، بعد اذنك عايز الدين. هروح اطمن من دكتور يا ماما. البنت دي هبله ولا فاهمه ان انا هبله؟ يطمن على ايه؟ ده تلاقيه واخدها عشان يقول لها ان انا فاضل يومين وفلسع. يوه الله، لزومه ايه الكلام ده؟ بتبشري على نفسك ليه؟ ولا ببشر ولا حاجه. اول ما دخلت سحلوني على الاوضه سحل وقالوا لي لازم ابان، يبقى الموضوع مش هين. ما تعرضيهاش بقى يا قبلتي، عايزين يطمنوا عليكي ويكتبوا لك على دواء للاغمى. اغمى لادوس ايه؟ العب باليه. كر يا ضحك. ايوه اتفضل. حطي في اوضتي يا سعاد. انت من نياتي كويس. حازم يا حبيبي. اهلا يا حبيبي. ساعدني حبيبي. انا معاك. يا بابا. حبيبتي طمنيني عليكي. مالك يا حازم؟ شايل هم الدنيا كده ليه يا بابا؟ هما قالوا لك حاجه وحشه؟ لا خالص. انت ليه بتقولي كده؟ بص يا حازم يا حبيبي، انا متقبله اي حاجه. عارف يعني ايه اي حاجه؟ عشان كده مش عايزاك تشيل همي خالص، عشان ما تخلينيش انا كمان اشيل همك. مش عايزه اشوفك زعلان ومتضايق كده. هما قالوا لك ان انا خلصانه خالص، مش كده؟ ليه بس كده؟ لا اله الا الله، مفيش يا حبيبتي الكلام ده. انت هتبقي زي الفل. هو انا لسه يا حازم هبقى زي الفل؟ لا يا حبيبي، انا زي الفل فعلا. بص حواليك كده يا حازم، شوف نعم ربنا علينا قد ايه. يا ابني انا لما تعبت لقيت اللي يشيلني، لقيت مستشفى كمان نظيفة ودكاترة على اعلى مستوى. عاوز ايه اكتر من كده؟ يا في ناس كتير قوي يا حبيبي ربنا اعلم بحالهم. احمده يا حازم، احمده يا ابني. الحمد لله الحمد لله حبيبتي، بس انا عايزك روقي كده. أنا رايقة والله الحمد لله، بس عايزك تسمعني. عارف يا حازم، أنا عشت عمري كله أعمل الخير، بس فعل الخير ده مش واجب الواحد بيعمله خلاص أبدا. دي متعة وسعادة وفرحة ليك وللي شايف خيرك، وزي ما بيقولوا أعمل الخير وارميه البحر، يعني ما تستناش منه أي مقابل، لأن المقابل الوحيد اللي الواحد بيستناه هو علاقة الود والحب اللي بينه وبين ربنا، وربنا بقى بيردهولنا وقت ما يحبه. يعني هيردهولك كده في صحتك، في رزقك، في مراتك اللي ربنا يديها لك، عيالك يا سيدي اللي إن شاء الله هيرزقك بيهم. لا بلاش كل ده، يردهولك فينا. أنا والله يا أمي ما بتأخرش عن فعل الخير. عارفة يا حبيبي، بس ساعات بيوسع عليك كده وده غلط. في الآخر يا حازم إحنا بنحصد اللي بنزرعه وبندفع دايما تمن اختياراتنا يا ابني. طيب نام أنت بقى عشان أنت واخدة منوم وأنا شايف النوم في عينيك أهو. تعالي خدني في حضنك. أنا أمي دايماً بتقولي إنها بتدعي لي، بس ما كنتش عارف إنها بتدعي بضمير قوي كده وهتجوز ست زي القمر زيك. وأنا كمان معززة بيك يا حبيبي، بس تعرف لازم نشكر سيف إنه عرفنا على بعض. سيف دي أول حاجة عدلة يعملها في حياته. عارفه واساسا ما كانش قصدي. الموضوع كله كان بزنس. احلى بزنس، والحمد لله طلع من وراه خير كتير. صحيح بمناسبه الخير، انت ليه ما وافقتيش لصفيه على السلفه اللي هي طلبتها؟
ابنها تعبان قوي في المستشفى. حبيبي انت باين عليك طيب زياده عن اللزوم. اللي زي صفيه دول بيكونوا كدابين، بيألفوا قصص وحواديت عشان يطلعوا بقرشين. انت حبيبي ما تشغلش بالك خالص، انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. ايوه بس صفيه دي معانا من وانا في الجامعه، ست كويسه جدا. حبيبي مش بقولك انك طيب، اللي زي دول ما تديهمش عشان ما يطمعوش. وبعدين مش هي بتشتغل وبتاخد اكل، احنا مش فاتحين تكافل اجتماعي حبيبي. اوكي كده، هنعيد الكلام من تاني. يا أنسة في أشعات وتحاليل لازم تتعمل الأول. أيوة يعني حضرتك بالكشف كده ما قدرتش تعرف أي حاجة؟ والدتك ست كبيرة في السن وأكيد عندها مشاكل صحية كتير، صعب جدا إن أنا أقول لك أي تقرير طبي دلوقتي. إحنا بس نعمل الأشعات والتحاليل وبعد كده نشوف الموقف إيه. ماشي؟ بعد إذنك. أشعات وتحاليل؟ ودول يطلعوا بكام؟ يطلعوا زي ما يطلعوا، أنا مش هستخسر فمي حاجة. لا إله إلا الله، ومين جاب سيرة الاستخسار؟ بس ما يشتغلوناش. ما هو مش من أولها هنقعد نحسب ونقول إزاي وبكام وليه؟ أمال إحنا جينا هنا ليه؟ مش عشان نعرف فمي فيها إيه؟ بقولك إيه يا أحلام؟ مش عايز تدفعي حاجة ما تدفعيش. أنا يا بت؟ طب حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وفلوسي قبل فلوسك.